جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسألكم رأيكم شيخ صالح في هذه القضية، تقول رجل طلق زوجته وقال لها طالق 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 3 مرات، ثم قال لها كلما تحلي تحرمي، ثم استخرج لها فتوى وعادها بعد مدة من الزمن وعاد كما كان من ذي قبل. ما رأيكم في هذا، وخاصة قوله كلما تحلي تحرمي؟ ما دام أنه استخرج فتوى من جهة مختصة بالفتوى أو من شخص معتبر في الفتوى، فيرجع إليه، يرجع إلى هذا المفتي إذا أشكل عليه شيء. نعم.